طيب خلينا برضو نرجع كده ونتكلم مع حضرتك وتقول لنا بانه يعني الايرادات والحاصل وال وحجم الاموال اللي بتضخها الهيئه شهريا من الموارد بتاعتها واجمالي الدخل انت هتحلها ازاي؟ يعني هتطمن الناس ازاي وفي نفس الوقت تكمل الامال والاحلام بتاعتك. طيب احنا بنتكلم في استجابه سريعه اللي هي تم ضخ 60 مليون جنيه، 60 مليون جنيه دول كمرحله اولى احنا بنتكلم فيها عشان نستوعب كافه المعاملات الماليه الخاصه اللي احنا بعتناها بمطالبات العاملين <applause> فكانت الجزئيه الاولى اللي احنا هنبتدي نتعامل مع اجزاء اللي هي زي العلاوات والمتجمدات اللي هي موجوده علاوات اللي هي من 2017 و18 يعني ما ما لم يتم الوفاء باجزاء بيها. منها باجزاء منها, منها. بالظبط فهيبدا يبقى فيه على طول صرف لهذه ده من المستخدر. يناير على طول 23 مع الـ الـ الصرف الالكتروني هيبقى نازل يعني له وموجود يعني من 23 يناير دي هيبقى هيبقى الابض الجاي بالزبط. على طول بالظبط احنا بنتكلم كمرحلة اولى لده ده حقك م. احنا بنحاول نوفي بيه وبنحاول نوصله تمام. لكن هو الاساس عندك في الصعوبات الماليه الموجودة اللي هو فرق ما بين التمويل اللي بيجي لك او المخصص ايوه ال 220 أيوة. وانت في الاساس عندك 260 لازم يبقوا متواجدين ده الحد الادنى اللي احنا م. بنتكلم فيه. ال 40 اللي بيجوا دول من ضخ الهيئه اللي احنا بنقول من ايراداتها. والايرادات اللي احنا كنا بنجيبها بنتكلم فيها دي المفروض بتروح في تقنيه هندسيه ورفع كفاءات وصيانات طبعا. والخ من ده. فابتدت تروح في الجزء الثاني اللي هو حقوق العاملين مم. طيب احنا دلوقتي لما بنضخ الجزء ده هيتوقف الاعمال التطوير واعمال البنيه الاساسيه و... و... و من كل الاشياء دي طيب ال 40 دول اللي احنا بنتكلم فيهم مش هم الاساس ده احنا عايزين 120 فوق ال 220 عشان تكمل عشان دي. نكمل مم. اولا بند الترقيات اللي عندك اللي هو الخاص بالعاملين ده لوحده ل ألف عامل لترقيتين فقط مم. عامل 40 مليون جنيه شهري هتحله ازاي ده؟ دي مشكله وعقبه مم. لسه بقيت الاجزاء متراكمات العلاوات والمتجمدات والاضافات والاشياء دي لها في حوالي 700 مليون جنيه فانت متخيله المبلغ وكبره قد ايه طبعا ده مبلغ كبير جدا عشان حجم العاملين داخل مسبيره 32 ألف م. عامل هي دي المشكله الاساسيه م. لو كل واحد بياخد العلاوه بتاعته حتى اللي احنا بنتكلم فيها ال 65 جنيه ولا ال 100 جنيه والكلام ده بتشكل المنظومه ككل بالتراكمات المبلغ ده طب. وده مبلغ كبير واقول لك الأكتر العاملين متفاهمين مم. وعارفين ان الاجزاء دي مش هتنزل لهم مره واحده بس بيقول لك العجله احنا معاكم احنا مع كيان الدوله. هو عايز يطمن بانه يبقى في خطه هو عارفها. لا إنه... وهو صابر ثلاث سنين بس مم. الدنيا زادت عليه مم. وهو عارف ان كانت الدوله بتوجه تملي بحياه كريمه للمواطن. طبعا فهو هي الدوله شعارها الحياه الكريمه. ده الاساس وعلى فكره دعم الدوله لا يتوقف يعني ماسبيرو كيان اساسي في وجدان الدوله. طبعا فاحنا بنتكلم في كل العوامل دي اتاخرنا شويه وده الكلام ده وارد لامور كتيره احنا بنتكلم فيها ككيان دوله قايم وفي ضخ لاماكن كتيره لكن ده مش معنى ده اللي احنا غفلنا حقهم ولما جم طلبوا ان هم يبقوا متواجدين ونقول حقنا والكلام ده مطلق الحريه كنا. وقلنا لهم جوه بيتكم احنا تحت عايزينه بس مفيش تدخلات مم. لاشياء اخرى غريبه نقدر بقى طبعا. ساعتها نتعامل معاها طبعا وهم احترموا ده جدا ولما شافوا اللي فيه عناصر غريبه داخله فيه حاسه من كلام حضرتك كده استاذ حسين انت حاسس ان في ان في ناس بتدخل ما بين الأساس ده اساس وهم ادركوا ده على فكره يعني هم ادركوا اللي هم حقهم المشروع اللي بيتكلموا فيه مع قياداتهم وناسهم اللي فيه تدخلات من ناس تانية بتحاول تغير المسار وتخليه في اتجاه تاني